مقابلة رائد القبة سريع الخميس كانت متوسطة إلى ضعيفة المستوى في بعض الأحيان. أول لقطة خطيرة في اللقاء كانت من جانب الزوار الذين كادوا أن يفتتحوا باب التسجيل بعد هذه اللقطة الخطيرة من كراز. هجوم القبة من جهته بادر بالضغط على مرمى عون الذي أنقذ مرماه عدة مرات وتسجيل عدة محاولات خطيرة خاصة عن طريق الثنائي لعجاج وحمدة، إلا أن التسرع وسوء التركيز حال دون الوصول إلى شباك الخميس. ضغط الرائد بقي متواصلا إلى غاية الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث تمكن لعجاج من فتح باب التسجيل بعد هذه الفتحة على الجهة اليمنى، الهدف الذي حرر لاعبي وكذا أنصار القبة. الشوط الثاني لم يكن مغيرا كثيرا عن الشوط الأول، حيث بقيت المحاولات من الجانبين مع تسجيل لقطة خطيرة من جانب هجوم الخميس الذي ضيع فرصة سانحة للتسجيل، ورد فعل سريع من جانب القبة الذي ضيع بدوره عدة فرص. في الدقائق الأخيرة وبعد هجوم معاكس، ماشو يمرر كرة جميلة لزميله بوريش الذي يسكن الكرة في الشباك ويضيف الهدف الثاني، الهدف الذي صفق له جمهور القبة كثيرا، خاصة وأنه جاء ليمحي التعثر الذي واجه الرائد الأسبوع الفارق.